اي بي جيمنجو فيديو جديد. اسم اي بي مش كلمة، واي حاجة هتلاقيه هنا اخوات بيعملوا كل حاجة. نص مليون قريب وده الهدف، مش هنعمل لما وصلوا لو حتى بعد سنة. وازيكم يا ابطال، عاملين وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، مبات كتير قوي في لعبه روبلوكس دايما بتتشهر. في منها المبات اللي احنا بنعرفها، وفي منها المبات اللي احنا اصلا ما بنعرفهاش. في مقطع النهارده فعلا هنشوف اكتر المبات المشهوره في لعبه روبلوكس. ولكن قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه عشان قربنا نوصل 250,000 مشترك. وشكرا بجد لكل بطل بطلة بيدعمونا هنا عندي في القناة. ويلا بينا بجد. انا معايا في مقطع النهاردة اخبار عن روبلوكس، ولكن مخيفة جدا جدا. شخص يا ابطال اسمه جون روبلوكس، والشخص ده اتحذر من على يوتيوب، والشخص التاني ده كمان كان بيسرق مقاطع فيديو من دراما الحيوانات الاليفة اللي الناس كلها بتحبها، وهي بتكون بروبلوكس، وعمل مشكلة كبيرة او ساعتها في لعبة روبلوكس. فعلا لعبة روبلوكس ممكن توقف الفترة اللي جاية بسبب الموضوع ده، لكن على لعبة روبلوكس ان هم يصلحوا ان اي حد ما يقدرش يدخل او يحاول ان هو يخترق اي ماب. خلينا نتكلم عن اليوتيوبر ده كمان. اليوتيوبر ده يا ابطال كان بيسرق مقاطع من يوتيوبر تاني. اليوتيوبر ده كان اسمه كويكسا، قناته كلها ابطال ميمزات. ومن ساعه يا ابطال ما اليوتيوب عمل الميزه الجديده دي اللي هي اليوتيوب شورتس، حرفيا يا ابطال بدا يظهر لنا ناس كتيره جدا على الساحه، منهم ناس عرب وناس اجانب، وحرفيا بردك في ناس عرب ما كناش اصلا نعرفهم، وفجاه موضوع الفيديوهات القصيره ده هو اللي شهره. ولو جيتوا هنا يا ابطال بصيتوا هتلاقوا ان فعلا المقاطع كلها شكل واحد وبس، وتعتبر كل المقاطع دي اصلا مسروقه. والعجيب في الموضوع ان في مقاطع جابت 12 مليون و8 مليون، عايز اقول لكم مفيش حاجه اقل من مليون. تقريبا اعلى مقطع جاب عنده مشاهدات كان 32 مليون فيو. او ماي جاد يا ابطال، ايه ده؟ احنا ما خدناش بالنا من 67 مليون. او ماي جاد يا ابطال، ايه اللي بيحصل ده؟ غالبا يا ابطال كل المقاطع اللي بتكون موجوده على القناه دي بتكون مسروقه يا ابطال من شخص تاني، سواء مثلا يكون المقطع ده بتاع اجنبي او مقطع ميمز مشهور جدا. ولكن استغربت جدا بصراحه من نوعيه الفيديوهات دي. ولكن يا ابطال في الاول وفي الاخر انا شايف ان دي اسمها فيديوهات قصيره، ولكن يا ابطال هي فعلا ناس كتير قوي ابتدت تحبها، بتجيب كميه مشاهدات بجد بجد ما حدش يتوقعها ابدا. والموضوع ده عايز ابقى اكلمكم عليه بعدين. ولكن يا ابطال احنا بدانا نبعد عن موضوع الفيديو الاصلي. كلكم اكيد يا ابطال بتلعبوا ماب بيت سيميليتور اكس. بيت سيميليتور اكس حرفيا يا ابطال اللي لعبه روبلوكس وقفت بسببها من شهر تقريبا، وتاكدنا فعلا يا ابطال بالتحيات بتاعتنا. حرفيا يا ابطال الماب دي اكتسحت لعبه روبلوكس بطريقه جنونيه جدا، وعايز اقول لكم كمان للدرجه ان في كده ابطال حيوانات بصراحه مش عارف اسمائها ايه، في ناس بتقول عليها هيوجات، وفي ناس بتقول عليها حيوانات او بتات. عايز اقول لكم يا ابطال البت الواحد حرفيا يا ابطال بيتباع على موقع كده من المواقع ب 350 دولار، بجد بجد الرقم ده انا ما كنتش متوقعه. حاجه كده اسمها تايتانيك ريد بالون، مش عارف بصراحه يعني اللي يعرفها يكتب لي تحت في الكومنتات، انا عارف للناس بتوع بيت سيميليتور اكس بس اللي هيعرفوها. وغير طبعا يا ابطال لعبه بليز دونيت اللي قلبت لعبه روبلوكس كلها، وخلت الناس كلها تعمل مقاطع بعنوان ان انت اخيرا هتكسب روبوكس. والموضوع ده بصراحه مش حقيقي، لان يا ابطال ماب بليز دونيت بصراحه انا شايف ان هي مش هتكسبك روبوكس مجانيه وخلاص، ولكن انا شايف ان دي مجرد دعايه بس بيقولوها عشان الماب تجيب فيزيتس كتير. من بدايه الماب بصراحه يا ابطال كنت شايف ان الموضوع مش حلو، بسبب ان اي شخصيه مشهوره بتدخل ماب بليز دونيت كان الشخص اللي عامل الماب بيحاول ان هو يكافئه او يديله روبوكس كتير اثناء البث المباشر اللي هو بيعمله. ولاحظنا ابطال الموضوع ده مع كريك رافت واي شوز بيد، وبصراحه انا اتفاجئت جدا من الموضوع ده، وعلى ما اعتقد هو كان بيعمل كده عشان ابطال الناس كلها تتحمس وتفضل قاعده في الماب وقت اطول. ولكن دلوقتي الموضوع بالنسبه لي اختلف، والماب دلوقتي بصراحه في نظري حلوه. الماب حرفيا ابطال قربت جدا على المليار فيزيت، لان عمري ابدا ما كان حد يتخيل ان ماب تقدر فعلا تجيب روبوكس من لعبه روبلوكس. ايوه هي دي فعلا الماب الحقيقيه اللي انت لما تدخل عليها وتقعد شويه والناس تكون عارفاك وتحاول تكلم الناس بطريقه حلوه، عايز اقول لكم بجد بجد هتكسبوا روبوكس. غير بقى ابطال المبات الثانيه، مبات الرسم اللي هو لو رسمت رسمه حلوه الشخص يشتري الرسمه بتاعتك وروبوكس يوصل لك على حسابك. حرفيا في طرق كتير جدا. اليوتيوبر ابطال اللي اتكلمنا عليه في بدايه المقطع اللي اسمه جون روبلوكس، اليوتيوبر ده ابطال اتبنت كذا مره في حسابه في لعبه روبلوكس بسبب الكلمات البذيئه اللي كان بيقولها في المقاطع. وطبعا بردك لما بيجي بيدخل على اي مبات
الوقت. زي ما انتم شايفين يا ابطال، هو ده اليوتيوبر. انا ما اعتقد يا ابطال ان الشخص ده بيطلع في سكام وايه ده. ثانيه كده، اخر مقطع يا ابطال منزله كان من 16 ساعه، ولكن يا ابطال من الواضح ان الشخص ده بيسحب جامد قوي. عارفين يا ابطال، واضح كده قدامي ان هو مش بينزل مقاطع كتير اصلا. غالبيه المقاطع بتاعته كلها تقريبا كده يعني حرب على طقطقه على شويه حاجات كده، محتوى منوع اصلا. ايه ده، هو في ايه ده؟ فاتح ستريم وهو بياكل. طيب بالهنا والشفا. عايز اقول لكم يا ابطال ان يعتبر لحد هنا ومقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايه جيمنج ابطال الجيمنج وي. سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى. اوه.